FM. الكلمة ليك. كوثر بن هنية مخرجة فيلم زينب تكره الثلج اللي كان صنفوه في مسابقة الأفلام الطويلة في أيام قرطاج السينمائية تحصل على الجائزة الكبرى والجائزة الأولى معناتها اللي هي تانيت الذهبية في الـ جي سي سي 2016. كوثر بن هنية زينب تكره الثلج حكاية طفلة صغيرة عمرها 9 سنين بوها توفى في أكسيدون حادث مرور معناتها أمها تحاول تقنعها باش تطلع معها لكندا لخاطر تحب تعاود حياتها مع راجل غادي يسكن في كندا وباش باش تقنعها تقول لها راه فما برشا ثلج في كندا سوف كو زينب تكره الثلج. اي بالضبط هو الفيلم اللي خرج البارح في قاعات السينما قلت البارح من نهار 21 خرج في قاعات السينما دونك تنجموا تمشيوا تتفرجوا عليه. هو رحله معناها طويله رحله. اولا انا بديت نصور فيه من 2009 وكملت التصوير في 2015 وقت اللي بديت نصور في زينب عمرها 9 سنين كملت عمرها 15 سنه. فرحله من الطفوله للمراهقه, رحله من تونس لكندا, رحلة من ثقافة لثقافة, ونشوفوا فيه زينب تتغير وتكبر وهذه معناها فترة عمرية مرينا بها الناس الكل. والفيلم حسب ما معناها الفيدباك اللي وصلوني فيلم يمس الناس الكل. فدعوة مني انه انا نجم نقول اللي بارح فما في قاعة السينما قاعة السينما يعرض فيها فيلم زينب تكره الثلج معناتها فما دو سيونس سكسيسيف معناتها سيونس من بعدها سيونس اخرى. نجم نقول لك اللي على حسب ما سمعت العباد اللي كانوا يتفرجوا في السيونس الاولانيه معناتها رفضوا يغادروا القاعه يحبوا يعاودوا يتفرجوا في الفيلم. ان شاء الله يطلعوا يحبوا يعاودوا يتفرجوا في الفيلم خاطر بارامون كلهم كوبلويت مي بون يحبوا يعاودوا بالحق يتفرجوا فيه. لا انا ما نحبش تحكي على الجمهور كيف من هكا خاطر فما ناس في تونس تحب السينما وتمشي تتفرج على الافلام. كنت نمزح معناتها يحبوا يعاودوا يتفرجوا في فيلم زينب تكره الثلج تيلمون لو فيلم معناتها يشد الاهتمام. ننصحكم بيان سور تمشيو تتفرجوا فيه. باش نسالك كيفاش بالحق معناتها واحد يسالك كيفاش جاتك الفكره باش تقعد تتبع فيلم ولا طفله صغيره بوندون 6 سنين؟ علاش؟ شنو هي اللي لزك هكا قلت لا هذه لازمني نتبعها طفله هذه؟ انت باز ما كنتش قاري حسابك تتبعها 6 سنين معناتها مي بون الظروف لازم انك تبعها 6 سنين. كيفاش جاتك الفكره؟ لا ماهيش حكايه ظروف, حكايه خيار خاطر كي تعمل الفيلم تعمل خيارات فنيه وخيارات في الموضوع والكل. هو سهله العمليه, انا حسبت الحسبه في مخي خاطر انا نحب برشا الافلام اللي ساغا ونشوفوا فيهم الشخصيات تكبر. وعموما نرد بالي على الاخر كي نتفرج على فيلم فيها شخصيه صغيره ومن بعد تكبر على الكاستينج شنو عملوا كيف خذوا الممثل الصغير اسكو الممثل كي يكبر يشبه له الكل. دونك حسبت الحسبه انا بديت نصور في عمرها 9 سنين جم سويدي مازلت طفله صغيره وفي العمر هذا اون جينيرال الصغار يكبروا في ساعه. كان نصورها 6 سنين نشوفوا ليفولوسيون نتاعها خاطر انا التمني كيما كنت نحكي الرحله نشوفوا التغيرات الجسمانيه والنفسيه خاطر الشخصيه تتشكل في العمر هذا. وكان بالنسبه لي مهم اني نوثق بين قوسين للطفله تكبر وتتعلم وتتغير وهدوم الكل مع بعض. اي معليش جاتك الفكرة؟ جاتني الفكرة لانه انا اولا نحب برشا الافلام الوثائقية ونحس اللي هي افلام محاطة بها برشا كليشيات وبرشا خلط لانه مجال واسع هو الافلام الوثائقية. كنت عملت فيلم وثائقي قبل اسمه الأئمة يذهبون الى المدرسة وعندي حب للواقع لانه الواقع متاعنا ما شاء الله معناها في النهار عندنا 20 فيلم خاصة في تونس عرفت الواقع متاعنا ثريث وثري جدا وفمش توثيق معناها بنفس طويل ثم كان الاخبار والاكتواليتي اللي هي تاسس اكثر للنسيان منه للذاكره. والفيلم الوثائقي والسينما عموما تاسس للذاكره. فانا حبيت نعمل فيلم حميمي على العائله بالادوات السينما بالحوايج اللي انا نعرفها ونطوع الواقع بادوات السينما باش نحكي حكايه وخرافه طويله تنجم تمس الناس الكل فيها جانب هكا شاعري وحسي
سكسيس. العباد تتسائل تقول باهي تبعت الطفل هذايا 6 سنين ما عملت حتى شيء باراليل؟ لا عملت خاطر كي نحكيو على 6 سنين بيان سور مانيش 6 سنين وانا نصور سي باغ بيريود معناها صورت. لا عملت فيلم الشلات اللي كان خرج في القاعات شلات تونس خرج في القاعات 2014 واللي هو كان من جنس مختلف تماما لانه روائي مصور باسلوبيه وثائقيه. وعملت فيلم قصير اللي هو يد اللوح اللي كان خذا التانيث الذهبي في ايام قرطاج السينمائيه الفيلم القصير في 2014. فيد اللوح هو فيلم انا صورته استوحيته من زينب هو فيلم روائي معناه سي ان كور ميتراج دو فيكسيون كان تصوير لزينب هو اللي عاوني باش نكتبه وباش نصوره. دايوغ كي تشوف زوز افلام تحس اللي يد اللوح تقريبا هو ولد زينب تكره الثلج معناها جاي من غادي. توا سؤالي زاد الموالي فيكسيون كيما تحكي انت الافلام الوثائقيه سي بون معناتها خذيت خذاو حظهم معاك معناتها سي بون ونجحت فيهم معناتها الحمد لله معناتها التانيث الذهبي في الشلات التانيث الذهبي شلات ليه؟ ايوه مش شلات شلات بيان سور يد اللوح شلات صعيب ياسر لما يد اللوح خذيت التاني الذهبي 2014 2016 زينب تكره ثلج تاني ذهبي الافلام الطويله الفيكسيون توا وقتاش اللون ميتراج معناتها فيكسيون هو شلات راهو لون ميتراج معناها سي فيكسيون شلات اي سي اون فيكسيون مصور كيما قلت باسلوبيه وثائقيه وكان معناها عمل كارير باهيه كان تعدى في لاسيد في كان عمل الافتتاح نتاع قسم لاسيد في تونس حتى في تونس زاد مشاو تفرجوا فيه برشا اي بالضبط. دونك الفيلم الطويل الثاني خلينا نقولوا نكمل فيه توا نعمله في البوست برودكسيون ان شاء الله يكون حاضر في 2017 ان شاء الله ان شاء الله. باهي 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 ياسر معناتها كارير حلوه ياسر كوثر بن هنايا. خلينا نحكيو شويه على الجي سي سي وايام قرطاج السينمائيه دونك تفتح الابواب في بالنا كي بدات الامور تمشي كما لازمها تمشي معناتها كل عام فما جي سي سي دونك كل عام فما خدمه لازم العباد تولي المخرجين يوليو يتنافسوا وقتاش تخرج خدمتي لازمها تحضر للجي سي سي جي جي وزير الثقافه يقول يا خويا تعرفش كيفاش صيب علينا من كل عام خلينا كل عامين ترجع وكيما العاد شنو رايك انت؟ انا تصدمت كي سمعت الاخبار لانه بالنسبه لي رجعنا بالتوالي عرفت لانه مكسب انه ايام قرطاج السينمائيه تكون كل عام. قبل كان معقول انه مره في العامين لانه ما كانش فما انتاج كبير على المستوى الافريقي والعربي لانه هو مسابقه الافلام الافريقيه والعربيه. لكن معناها من السنوات الفارطه كل فما حركيه خاصه وخاصه في السينما التونسيه معناها ما شاء الله عدد الافلام الطويله القصيرة والوثائقية اللي ننتجوا فيها يكبر والأفلام التونسية معناها تمثل فينا أحسن تمثيل كما الرياضيين عرفت يهزوا تيتروات لبرا. السينما التونسية عملت نفس الشيء خاصة السنة أي فالمخرجين والمنتجين يخدموا معناها فاهم المفروض اللي في بالك نراجعوا فيه القرار ولا في بالي يعني قريت البيان نتاع هذاك فين كنت باش نوصل قريت البيان نتاع وزارة الثقافة اللي مازال مصر على أيام قرطاج السينمائية في الجهة حسب ما فهمت واللي هي معناها فكره ان بالنسبه ليا فكره طموحه ماهوش وقتها. الجهات بطبيعه لازمها مهرجانات لازمها حركيه ثقافيه ولكن مش بايام قرطاج السينمائيه. بالنسبه ليا لازمنا مهرجان الفيلم القصير في الكيف لازمنا مهرجان الفيلم الوثائقي في سيدي بوزيد لازمنا تظاهرات اخرى. ومع هذا الكل احنا مشكلتنا الاساسيه اللي ما فماش قاعات سينما في الجهات واللي هي كارثه. دايوغ قاعات سينما شويه اللي عندنا في تونس معناها هكا في طور الاختفاء عرفت كيفاش معناها عدد القاعات حاله مزريه ومزريه جدا. فقبل ما نخمموا في ايام قرطاج السينمائيه في الجهات نخمموا نعملوا قاعات باش تكون حاضنه على الاقل والناس يتفرجوا على الافلام كذلك معناها يكون عندهم الحق الفعلي في الثقافه لكن بنيه تحتيه قبل التزيين يعني كي تعمل مهرجان زينه عرفت اما كي تبدا ما عندكش بنيه تحتيه معناها الحكايه ما عندهاش حتى معنى. ابسوليومون ريان ساسير ابسوليومون ريان. باهي فماش دي بروجي فيتور الكوثر بن هنايا ميزا بار الفيلم هذايا معناتها اللي باش يخرج 2017 شنو هي الجاي؟ فما والله عندي مشروع فيلم طويل نكتب فيه
باش نبداو معناها في المونتاج فينانسي البحث على التمويل. عندي كذلك فيلم قصير ان شاء الله نصوره صيف الجاي, وعندي مشروع فيلم وثائقي يشبه شويه لزينب باش نصوره على المدى الطويل. على المدى الطويل دونك هذا نحكيوا عليه 6 سنين من بعد ان شاء الله. مش اسكو وقت اللي يبدا واحد عنده تنيت ذهبي في الجي سي سي التمويل اسهل؟ والله هو راهو اسهل واصعب. اسهل لانه يعني الممولين عموما والمنجين خاطر ما تنجمش تمول فيلم بفلوس تونس كهو بفلوس وزاره الثقافه خاطر ما تكفيش, دونك لازمك بحث على التمويل خارج تونس ويكون عندك دي كو برودكتور مع شركه الانتاج اللي نخدم معها لهنا في تونس. اسهل لانه يعني ولا عندهم فيك الثقه انه يعني تعمل فيلم وتكمله للاخر وينجم يكون فيلم باهي ويتحصل على جواز ويمشي المهرجانات. واصعب لانك تدخل في كاتيجوري واحده اخرى, لانه في البرة مثلا فما الكاتيجوري نتاع الفيلم الاول والفيلم الثاني اللي هي يتنافسوا فيها الناس اللي باش يعملوا الفيلم الاول والفيلم الثاني. كي تكون عملت الفيلم الاول والفيلم الثاني تدخل في كاتيجوري تتنافس مع الكبارات. مثلا انا في فما دي كوميسيون في فرنسا نلقى روحي ننافس في هانيكو في لي فرير داردين. معناتها متنجم تساعد كان تونس الحكايه هذيا, معناتها تساعدنا نحن باش تبدا عندها مخرجه تونسيه تنافس في الكبارات كما انت تقول البر. اي باش نفسر لك مع حكايه التمويل سهله وصعيبه في نفس الوقت. سهله هي صعيبه عموما. سي اون ريسبونسابيلتي اوسي نو انت. والله هو ما نعرفش اذا كان نسميها ريسبونسابيلتي, هو انا شرف ليا ساعه اول حاجه انه في الخمسينيه نتاع ايام قرطاج السينمائيه ناخذ تانيت الذهبي ونعرفوا اهميه ايام قرطاج السينمائيه والتاريخ اللي وراها. وتونس عندها مده ما خذتش التانيت الذهبي, عندها قرابه 7 سنين, واول مره في تاريخ التظاهره هذيا فيلم وثائقي ياخو اللي هي معناها حاجه جديده للنوعيه هذيا. لانه كما كنت نحكي الافلام احنا الواقع بتاعنا ثري وثري جدا, والافلام الوثائقيه على عكس الافلام الروائيه تتكلف اقل. فممكن صناعه الافلام الوثائقيه بالاقتصاد نتاعنا, لانه احنا ما عندناش سوق عرفت في تونس, لانه ما عندناش قاعه سينما ما عندناش. ف ديما عندنا مشكله التمويل. فانا عملته زينب من ضمن الاسباب الاخرى بخلاف الاسباب الفنيه والحسيه اللي عملت على جال الفيلم هذا, عملته كذلك لانه سهل انه يتعمل. معناها ما نقعدش نستنى في التمويل سنين وسنين باش ننطلق في فيلم روائي اللي يتكلف اكثر برشا. واضح. زين بتكره الثلج دونك في قاعات السينما التونسيه تنجموا تمشيو تتفرجوا فيه وقت اللي تحبوا. انا بالحق معناتها ندعوكم باش تمشيو تتفرجوا فيه اون ماس, على خاطر فيلم ياسر تحفون بيان سور سي تري تري انتريسون اي لاكروش ويستحق ان نتفرجوا فيه. مشكوره جدا كوثر بن هنا, يعطيك الصحه ان شاء الله بالتوفيق. مشكوره لقبول الدعوه. معز الجود يعطيك الصحه. برهان فسايس يعطيك الصحه ويعطيك الصحه. وهذاك حاجتنا راهو في تونس راهو الاقتصاد والفن راهو تابعين بعضهم خاطر هما اللي يعطيو السياسه بيان سور, لكن السياسه بالمعنى الايجابي يعني بالمعنى النبيل. هذوك هما اللي يعطيو معناتها الاطار اللي نجموا نتحركوا به في البلاد هذه. اوف كورس. مروان يعطيك الصحه. هبه وسيع عبير في الاعداد. معكم بلال البيجي. ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه للجميع. نتقابلوا نهار اثنين 6 نتاع الصباح في كابوتشينو بيان سور في نهايه الاسبوع زاد نتاع العام 2016 ان شاء الله يتعدى. سلامات. نقول لكم بون ويكاند اتوس. تشاو. كاب اف ام الكلمه ليك.